مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا نتواجد في محكمة استئناف موضوع الشهير تهامي بناني. كما قلت في الفيديو السابق الملف على مقربة شيئا ما من انتهاء دياله. اليوم مناقشة قوية، تراشق بين الدفاع ديال المعتقلين والدفاع ديال تهامي بناني. غنشوف مع الأستاذة كيفاش كان الأطوار ديال الجلسة. أستاذة اليوم الملف جاهز، قبل تقدمتي أمام الرئيس بعندك فيديو مهم في الموضوع، دير لنا شي فيديو. هذا الفيديو انا بالنسبه للميف ديال بناني تهامي، لان كان واحد الرابع حتى في المحضر ديال الفرقه الوطنيه كيقولوا بان كانوا في السياره هادو اللي كاينين دابا، واحد الرابع ما سمعوش ليه، ولكن ذاكرينو سميتو في المحضر، ولكن علاش ما سمعوش ليه؟ لان الجريمه وقعت في 2007، ولكن هو مشى لكندا سطوه هربوه في 2007. في 2008 دار جريمة في كندا، تحكم بعشرين سنة حبسا نافذا، دوز 5 سنين تما، لأن في كندا القانون ديالها لدوز النص ديال العقوبة كتقدر يحيلوك على الدولة ديالك. فعلا السلطة الكندية سلمت المغرب لهذا المتهم. من سلمته ليه؟ كيفاش هذا المتهم ما كملش العقوبة ديالو؟ كيفاش؟ حنا نعرفوا كيفاش. ومن بعد هذاك الحس 2019، لأن في 2019 قالوا جات 2019، أما في 2007 سبعة ما كان حتى حاجة، كان على جريمة خباوها حتى 2019، ما قدروش، ما كانش في المغرب. ملي ما كانش في المغرب لمحوا ليه، ولكن حنا عارفين بأنه متورط هو الوالد ديالو وجداد الآباء متورطين، لأن داك الشيء في الفرقة الوطنية عطات الهواتف النقالة ديال كل شيء. وهذا المتهم اللي كان هو الرابع اللي كان قال يتمحضر بأنه كان عنيف وقع خطر، الدليل على ذلك ارتكب جريمة أخرى تما في كرادة. وحنا عندنا الحكم، جبناه عندنا الحكم، عندنا وليت السيد الرئيس. نعم، شنو علاقته بهذا الفيديو اللي وصلك اليوم ديالو؟ شنو كيقول فيه؟ سمع هذا الشيء بأنه معني بالأمر، خرج فيديو كيقول الحياة العالمي، شوفي سطلية باش نهضر معاك غنقول لك الحقيقة كلها، أنت غنسامح لك لأنك تمهزيني، ولكن هذاك كيقول هذاك المتهم الرئيسي عندك راه حسابي معاك. ها هو عندنا الفيديو، راه ما جبناش هذا الشيء من فراغ. كيقول لها جاوبيني غنقول لك الحقيقة، يعني هو بغى يشهد على الحقيقة في الملف. وأنت عندي حساب معاك. علاش؟ هو كينكر بان كان هو الرابع، هو راه كاين في المحضر لان كان الرابع، كان ما عرفوش شكون هو. نعم استاذه انت عييتي، واليوم حنا دابا دخلنا الليل وعييتي في هذا الملف، وحاول لان الملف كان سخون كما كنقولوا. انا غادي نقرب معك في الاسئله. اليوم الدفاع الخصم تيقولوا الرئيس، ملي السيد الرئيس طلب الام الدفاع قالوا ما عندها الصيفه، السيد الرئيس له وجهه نظر قانونيه كما كيشوفها هو وما يخول له القانون المشرع، انه جاب الام وجاب حتى ولادها حتى هما وقال لهم عاودوا لي شنو اللي وقع. يعني كيفاش كتشوفي هذه الاريحيه اللي كيعطي رئيس الهيئه؟ لا كنشكرو من هذا المنبر لانهم بغاو يوضحوا الحقيقه، الحقيقه ما بغا يخبيو حتى شي حاجه. كنشكرهم، كنشكر الهيئه كلها، كنشكر النائب الوكيل العام اللي كان هو متحمس باش يعرف الحقيقه، اللي كيعطي اسئله بغينا نوصلوا للحقيقة. أنا من بعد حنا أول ملتمس التمسنا استدعاء شهود المحضر ومصرحين المحضر وشهود اللائحة وتفريق الهواتف النقالة، لأن الملف ديال الهاتف النقال ديال بناني تهامي لا زال يشتغل إلى يومنا هذا، بأن ذاك الصديق ديالو خدم صدر واحد الرسالة بسميت الراقب الهاتف ديال بناني تهامي بنت عمته في هولندا. عندنا ما يفيد. ثانيا بأن ان تمسنا تفرق الهواتف لان ما فرغوش ديال بناني تهامي ولا ديال المتهم الثاني الرئيسي اللي هو على ذمه التحقيق، كما ان عندنا الهواتف النقاله عندنا اللي خرجت لنا الفرقه الوطنيه اللي هما 80 هاتف نقال اللي هذو ذاك الوقت عندنا عارفين شكون هذا وشكون هذا، لان خاصه الاسماء ديالهم يبانوا في الاسماء ديالهم راه كاينه في الهواتف النقاله. كذلك اليوم شفنا خطوه اخرى، انه في اطار المناقشه المتهمين اول حضور ديالهم امر الرئيس واعطاكم الصلاحيه انكم تسولوهم على الموضوع. كنتي انت والاستاذ علي رضا زيان اعتقد كطرحوا اسئله على المعتقلين، كيفاش شفتي الامور؟ كيفاش شفتي الاجوبه ديالهم؟ لا الامور الاجوبه متناقضه، حتى واحد ما قال داكشي اللي قال الاخر. بالاحرى ديك كانت ديك الاستاذ عجمي في الاولى كان دار استنطاق، ولكن قالوا لا، قالوا عند شراو 40 حبه ديال الاكستازي، دابا قال لك وحده لواحد.
كيفاش هاد التناقضات؟ نديرو غير نديرو واحد نديرو بين المحضرين راه كاين تناقض، ودابا نيت في الهيئه راه تيقولوا تيتناقضوا في اقوالهم. واحد غير داك الشاهد يعتبر دابا شاهد هو في الاصل المتهم، كيقول لك بانه ما قال لك ما كانوا كلهم في خطره واحده مشاو، كلهم مشاو في خطره واحده، وكيقول لك بان بناني تامي كان جالس اللور، بينما الاخ ديال بناني تامي شافوا القدام، وهذيك هذيك السياره فيها دي بورت، كيفاش هذيك السياره تباعت في جوج مرات، وتباعت لواحد معتقل في السجن، معتقل في السجن بوكاله، ومعمرها معمرها الى يومنا هذا، عمرها ما داروا لها تامين، ما معنى هذا الشيء؟ كيفاش تباعت السياره من بعد ثلاث ايام بدون تامين تغير، وتباعت لواحد اخر، كيفاش تحجزت السياره؟ خاصها تحجز عند الدرك الملكي، لأن الدرك الملكي من قاص السيارة كان خاصو يحجزها، ما فيه ما الملابس ديال بناني تامي، خاصو يكونوا محجوزين، قالت الطلبات التشريح صبناتهم، ما من معنى صبناتهم، خاص ذاك المحافظ ديال المقبرة اللي مشينا وهمنا دار لنا بلاكة، حيد هذيك البلاكة دابا مشينا صورنا بأن حيدوا البلاكة، علاش ديك 440 ما مشينا قلنا ليه عطينا هذا القبر عندك في السجن 440 عطينا شهادة الدفن بناني تامي في الرحمة، قال لك لا هذا 440 في السجين، السجين راه معروف مولا عما غير ما يقلبوش عليه، كيفاش هذا الشيء؟ واش هذا الشيء خروقات خطيرة؟ واش هذا الشيء توهمات؟ هذا الشيء تزويرات؟ هذا الشيء كله مسؤولين في هذا الشيء، أي واحد مسؤول، طبيعة الشرح مسؤولة، المحافظ المقرر مسؤول، لأنه وهم، راه كان على السيد وكيل العام الملك، كان على السيد وكيل العام الملك نائب ديالو نهار حضر معنا في المقبرة، كان خاصو يدير محضر، لأن ديك العافية اللي كاينة تما اللي دايرين، كان خاصو يدير محضر. هذه الوظيفه ديال النائب وكيل العام، لان لاحظ ديك الملاحظات حتى حنا لاحظناهم، كان خاصو يكون محضر. ومن حيت ملي مشينا رجعنا عنده قال لك 440 ما معروف شنو، حنا تنسلم السيد الرئيس ضروري الهيئه راه استدعت لينا كاسبين هذاك المحافظ يجي وطبيبه الشريح تجي، لان طبيبه الشريح راه في المحضر كيقولوا حيدوني القلب. قدمتوا بهذا الطلب استاذ؟ معلوم تقدمت به. وجاوبت السيد الرئيس؟ الحمد لله مشكورين، لان الرئيس بغى يخدم ميف، بغى يبين العداله، نحن دوله الحق والقانون، ماشي حنا كاين الفوضى، هذه محترمه نزيهه جدا، النيابه العامه نزيهه جدا، لان بانت لهم الحقيقه، مضطروا باش يستدعيوا هذاك الشيء اللي قلنا، يداولنا جميع الطلبات ديالنا. عييت يا استاذ. سخافت ماشي عييت. والصباح وحنا في الليل. والله يوسف تسخفت. الله يسترك استاذ. مشاهدينا الكرام، القضاء واخد الملف محمل الجد، سعة الصدر ديال السيد الرئيس خدا قرار انه يستمع للام، وسابق انه حتى الابناء ديالها اذا كان له ما يفيد في الموضوع فخدا امور بعين الاعتبار، على اساس هناك منهجيه محكمه للهيئه لتتبع الملف بدقه. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع موضوع تامي بناني، وسوف نوافيكم دائما بجديد حول حيثيات القضيه. اليوم ملف كما كنقولوا بالدارجه كان سخون، تراشق بين الدفاع ديال الطرفين، والهدف الاسمى في الاخير من هو الجاني ومن هو الضحيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.